السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم فيديو جديد على القناة. اليوم فيديو جديد ووصفة جديدة غنقدم لكم واحد الشيبلوغ اللي كيجي بنين وكيجي ما شاربش الزيت وتيجي مقرمش وتيجي بحال ديال المطاعم. فانا هنا قطعت الشيبلوغ ديالي، قطع اللي يكونوا مكبر ما صغارين، درته في الماء من غلا، درت فيه شوية ديال الزيت وشوية ديال الملحة وواحد طر شويه ديال الخبز، دغيمه ديال الخبز بحال هكاك باش ما تخليش فيه هذاك الغاز. كما كنعرفوا الشيفلوغ راه كيكون فيه الغاز. وهنا ثاني درت بطاطا، درتها حتى هي في شويه المغليان مع شويه ديال الملحه. ملي غادي تغلى غنحسبوا لها 5 دقائق وغنحيدوها. والشيفلوغ راني ما غنخليهوش يطيب بزاف، يعني راه غير غيبدا لينا بدا كيطيب كنحيدوه باش ما يهراش لينا. ودابا نتلاقاو في المقادير ديال الشيفلوغ. فدابا كندوزو الخليط اللي غادي نوجدوه للشيفلوغ. الصراحه هذا هو الخليط باش ما كيخليش الشيفلوغ ديالنا كيجي مزيت. كنحتاجو فيه كاس ديال الدقيق، كاس ديال الحليب، الحليب غادي نشوفوه على حساب واش غادي يقدنا ولا لا، معلقه ديال البزار، معلقه ديال الفلفل الاحمر حلو، معلقه صغيره، نص معلقه ديال السودانيه في الحار، مع نص معلقه ديال الكمون، ثلاثه الفصوص تاع الثوم، الملح على حسب الذوق، وبيضه، ومعلقه ديال القزبر ومعدنوس. ودابا غادي نبداو من بعد ما طابت البطاطا. هانتوما كتجي بحال هكا، يعني كتجي واقفه ما كتجيش، ما كنخليوهاش طيب مزيان باش ما تهراش لينا. غندوز نديرو ليها الرقامه، ندير لها شويه سكنجبير، نص معلقه ديال السكنجبير، نص معلقه ديال البزار او فلفل اسود، نص معلقة ديال الخرقوم البلدي أو خرقوم هرك، نص معلقة ديال التحميرة. صراحة البطيطوس كتجي زوينة، كتجي بنينة، يعني كنبدلو بها داك القليان ديال كل مرة كل مرة، كتجي بحال اللي كتباع في ماكدو، كتباع في المحلات لي ريستورون الكبار. دابا كندير الملحة، الملح على حسب الذوق، كاين اللي كيبغى ملح بزاف كاين اللي كيبغى شويه. هنا غادي ندير خليط ما بين الثومه والبصله، اللي ما عندوش يدير غير ثومه عاديه ولا ثومه بوحدها. ودابا غادي ندير قزبر ربع يابس، كيف حتى هو اللي ما كانش عندكم تقدروا ديروا غير ربع عادي ماشي مشكل. وتنديروا شويه ديال الزعتر، صراحه اللي كيعطيها واحد المذاق زوين. الزعتر كنعرفوه زوين، عنده فوائد زوينه. ودابا غادي نديروا فيها، انا غادي ندير فيها زيت الزيتون، صراحه كيبننها اكثر. فلا بغيتوا ديروا غير الزيت الاخرى العاديه تقدروا ديروا غير الزيت العاديه ماشي مشكل. ودابا غادي نخلطها مزيان، ومن بعد غادي ندخلها للفرن. فانا هنايا كنبداو نبسبسو بها بحال هكا مزيان، كنبسبسو بحال هكا مزيان، كندخلو في هذيك القرمة مزيان. هانتوما كما كتشوفو راه البطاطا ما كتهرش، كنفرقوها بحال هكا مزيان، كنخليوش وحده فوق وحده، نفرقوها بحال هكا، نخليوش كاين وحده فوق وحده. المهم غندخلها للفران، وملي غادي يطيب غادي نرجع معاكم. فهذه هي البطاطا من بعد كما قلت لكم ما بسبسناها مزيان بهذيك القامه، دخلت في هذيك القامه مزيان كما قلت لكم، كنوزعوها مزيان ما كنخليوهاش فوق وحده فوق وحده باش طيب لينا. دابا غندخلوها للفران على درجه حراره 180، كنشعلو الفوق والتحت خصها تحمر لينا تما الفوق. من بعد ما غتوجد غنرجع معكم. من بعد ما تسلق لينا الشيفلور ديالنا غادي نخليه يبرد، نخليه شويه يبرد، وغادي ندوز باش نحضر معكم الخليط. كيف قلت لكم هذا الخليط راه كيخليه ما كيشربش الزيت وكيجي مقرمش، كيجي بحال ديال المطاعم. دابا غادي ناخذوا هذاك الفلفل الاحمر التحميره والبزار، غادي ناخذوا دابا الكمون
والحار. الحار كيبقى اختيار اللي بغا يديرو يديرو، اللي مبغاش يديرو ما يديروش. هنا كندير الملحة، هنا كندير الكزبر ومعد الناس، ممكن ناخذ هذيك البيضة. صراحة هذا البيض هو اللي كيعطي هذيك القرمشة. ودابا غادي ناخد هذيك التومة، ودابا غادي ندير هذاك الكاس تاع الدقيق اللي كنكون غربناه من قبل، وكنبدا ندير بالحليب بشويه بشويه. الخليط خاصو يجي عندنا ما ثقيل ما خفيف. نخلطو مزيان، انا غادي يجي عندي الحاجه عندي الحليب هو هذاك. كنغزو العناصر مزيان، كما كتشوفوا كما قلت لكم كيجي ما ثقيل ما ثقيل ما خفيف. ودابا غادي ندوزو باش نبداو نقليو في الشيفلوغ. انا دابا غادي نبدا ناخذ داك الشيفلوغ، كنستعمل واحد جوج فرشيطات. طبعا الحال من بعد ما سخنت لينا الزيت مزيان، يعني ولات سخونه بزاف، غادي نبدا نقلي فيه. كما قلت لكم كنستعمل بواحد الفرشيط باش كنصفيوه مزيان، كنسقطرو مزيان بحال هكا، ومن بعد كنحطو قلت لكم راه كنخليوه شويه كيجي واقف باش ما يعدهناش في القليان، حيت الا طيبناه بزاف غادي يهرى لينا، وملي غنبداو نقليو فيه يعني غادي نتاد غيعذبنا. داكشي علاش كنخليه بشويه واقف هاد الطريقه. زعما الصراحه كتجي زوينه، وكما قلت لكم راه ما كيشربش الزيت نهائيا. هانتوما شفتوا الزيت اللي درتها غادي تبقى هي هي. كنا كيعجبنا الشيفلور مقلي، وما عرفت هذا غير على داك الزيت اللي كيشرب، ما كنعرفو الشيفلور اصلا هو اصلا فيه الغاز، كنزيدو نقليو في الزيت يعني راه غير الله يستر صافي. داكشي علاش ما اكثريه كان ما كان واخا كيعجبنا مقلي ما كنبغيوش نديرو مقلي، غير على ديك القضيه ديال انه كيشرب الزيت وفيه الغاز. داكشي علاش كما قلت لكم سلقوه، يا اما سلقوه نهار صوص تاع الثوم، ولا سلقو غير مع الخبز. هذاك الخبز كما كنعرفو الخبز حنا راه كيمس الغاز. حاول تخليه يتسقطر باش هكا الزائد يتحيد لينا. هانتوما كي كيجي ممكن بدا يتقلى، هانتوما
ملي كنبداو نحسو به بدات تقلى من التحت وتحمر من التحت فكنقلبوه كنحاولوا باش ما يتحرقش لينا. قربت لكم الكاميرا باش تشوفوا مزيان. صراحة كيجي مقرمش كيجي زوين. وكنبداو نقلبو فيه من جهة لجهة من جهة لجهة حتى كيتنزل كامل. هذا هو الشيفلور ديالنا من بعد موجود كما كتشوفوا. الصراحه كيجي زوين وكيجي مقرمش في نفس الوقت ما كيشريش شارب الزيت كما كتشوفوا راه كيجي ما شارب كاع الزيت. فهذاك الخليط اللي شات ليا انا قريت به حتى الدنجال فيمكن لكم ديروه بالدنجال وديروه حتى بالشيفلور بالشيفلور كما بغيتوا. وهذه هي بطاطا حتى هي بطيطوس كتجي كيما هكا كتجي حتى هي مقرمشه كتجي طايبه. فكنتمنى الاقتراح ديال اليوم هنا الاعجاب ديالكم. واللي غيشوف اللي اول مره غيشوف الفيديو ديالي ما ينساش يتابونا ويفعل الجرس باش يوصلكم كاع الجديد ديالي وفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.